محمد تعال 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 ايوه موضوع بره الشغل ها بره الشغل الموضوع حاصل جدا حقيقه كده انا تعرفت لي على بنت ويعني انا دايره تعرفي كده على طبيعتي ما هي تعرفين انه مدير ها يعني لا تحبني لي شخصيا كده هيقول لها قول انا ما مدير بس قول لها مدير لا انا قدامي ده ما مدير بس هاي ايه فكرتك؟ يعني الله يخليك معايا في مواضيع جدا في حتزور راسيا فانا غير اكون موظف عادي انت حتكون لي مدير لا لا ما تمثيلية سيء عارف في البيت يعني انا بلعب اللعب في حياتي ليه؟ لان انا حاسس انها بسيطة يعني بعدين عينها مليانة كده بعدين تعرف لانه البيت لما تقول لا انا مدير وبتاع بتفكر في مدير ما تفكر فيه لكن دي ما كده زول يعني بسيطة جدا انت لما تشوفها هتعرفها يعني عشان كده انا قاعد اقول لها انه انا موظف عادي جدا تمام؟ لان تعرف يعني باين عليها ناس كده وبعدين يعني ما بتحب المظاهر تمام؟ فهمت الموضوع؟ فهمت جدا كل مدير ده جدا لكن اقول لها شنو يعني كان اقول لها لا ما تقول لها ما جاي جدا ايوه لكن صحيح انا عارف عليه انك انت المدير جدا تمام؟ جدا هو خليك كده المدير جايبتين بعد شوية بس دي حد جاي بعد شوية جدا خليك انت المدير ها بس انا المدير وانت موظف موظف عادي جدا جدا تتعامل معي موظف عادي اوعى تقول لي المدير بتاعك حاضر تمام جدا ايه جميل صدقنا لذيذ اسمها بتاع مدير كده انا اديك البيت ده ما اقدر اكيد يعني لكن برضه خلاص يا اخي خجلت انا البس 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 وامشي وقت المدير انا اكون هنا موظف عادي تقعد هنا في مكتبي؟ اي تمام جدا تفضل حاضر كيف؟ الحمد لله والله بخير ما تكوني طشيتي عرفتي المحل طوال؟ لا لا انا وصيف سهل خالص نزلت من الحفلة وبس ما لقيت لي ركشة يبقى لحد هنا فجيت بكرة عيني ليه يا اخي؟ مش وقتها كله يجي بكرة عيني؟ لا عادي ما في مشكلة متعودة انا اصلا قاعدة امشي بكرة عيني كتير يعني لا يا اخي الله يعني تجيب امجاد؟ والله يا اخي زي ما عارف انا الامجاد دي ما والله صحيح يا صح صح والله الامجاد هاي يعني ما بتلاقي ذات طوال كده تعرف بس يعني انا بس مرات بكون بطلع متاخر من هنا بكون الترحيب فات فبضطر امشي بقرايه ما بقدر اكشف ايوه يعني مش عارف كله مشي بقرايه بعدين زي تعرفي لانه الامجاد يعني هي يقول انت هنا خمسه ومن 50 جنيه يعني ذاتك كثير لحد ما يوصل هالمرات صعبه يعني ذات الزول المفروض يكون محتاج لها بس تعرفي يعني هسه انا حق الامجاد ده بلملمه عشان كده امشي بقرايه طوالي ايوه يعني شفتي الان ده قطعت وقت ما عندي يا اخي الله يتخيلي انا ذاتي بتخيل انه الحي دي المسألة دي فيها تبذير يعني ليه انا اركب امجاد في انه ممكن امشي المواصلات اي والله تخيلي اي والله مرتب لانه يعني ما بكفيك يعني قد الحياه دي كلها يعني عشان تلملي منه وقوم تعمل يعني حاجات كده شويه كده تكون يعني صعبه على الزول لكن ما في مشكله ان شاء الله الحياه كلها بتتصلح يعني اه والله ان شاء الله بتتصلح ان شاء الله يعني زوري ليم يعني مش تبقى قضايا ابنية وكذا وبعدها هات شو الوضع الزوايد يعني ايوه صح مش تعرف برضه يعني بقت صعبة شوية الحياة طب انت عارف يعني انا مفتكر انه الناس لما يكونوا دارين يتزوجوا يعني اثنين مع بعض يشتركوا في الحاجات ده يشيل وده يخط يعني يساعدوا مع بعض ويتعاونوا يعني في النهاية بيقدروا يعملوا حاجة كويسة يعني حاجة ممكن يعني تتبني قشة قشة زي ما بقول جماري شيء جماري مشكلة اللي عليك الله يعني المفروض انه يتعاونوا مع بعض كده يعني الحياة هذه بدها تعاون السلام عليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام السيد مدير أهلا وسهلا مرحبا الله يخليك سعر مرحبا نورتي الله يخليك خلاص عايز حاجه بعد ايش مرحبا بك ده رجل شنو اظنك ما جبت الابل ما بارد جات في مشوار بعيد من المناسبه جات من المواصلات جات من رجال خيل ما لكن انت بقيت بس هاي التقارير ما رفعت لحد هسه التقارير جاهزه 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 شوف الحي البارد ايوه جيب لي البارد خليك جيب لي ما هي تشوف ها مهد قال لي لا ما جاء ما شايف ما
دكان؟ لا مش هجيبها هنا كده. طيب؟ اجيب لك حاجة البطل. طيب. سريع لو سمحت. لازم نكرمك يا أخي. يديك العافية. أنت أول مرة جينا يعني وكذا. أنت ساكنة بعيد ولا ساكنة هنا ولا؟ ساكنة بدرمان والله. ساكنة بدرمان؟ ما شاء الله. أنت ساكن وين؟ والله الحقيقة أنا ساكن في بدرمان وفي خرطوم وبحري. كيف يعني؟ والله يا أخي بكل تواضع كذا يعني عندي عمارة في خرطوم وعندي عمارة في بحري وعندي عمارة في بدرمان. متزوج؟ والله الحقيقة لسه ما تزوجت. مشاغل يعني الواحد مشغول قسمه الزواج. بارد. تفضلي. شكرا. تفضلي. أنا أستاذن. اللي بالتحديد ماشي مدرمان كمان. ممكن لو سمحت أصل معكم درمان؟ جدا لينا تفضلي. شكرا. احنا مش متفقين نمشي مع بعض؟ لا معلش اتأخرت. طيب يا جيمي.